تفضل عرف نفسك. انا اسمي كرم فيصل، شاب سوري مواطن سوري عايش في مصر. جيت لنقابة المحامين مشان نشوف محاكمة رمزية لرئيس عصابة الأسد في سوريا بشار الأسد، لأنه ما في ولا واحد سوري يعترف فيه كرئيس باستثناء المستفيدين والمنتفعين منه واللي تجردوا من أي أخلاق إنسانية. فإحنا جايين نشوف محاكمة رمزية إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يكحل عيوننا بمحاكمة حقيقية بإذن الله في سوريا. هل تنظموا اعتصام او تنظموا مظاهره قريبا مع ائتلاف شباب الثوره او مع اتحاد ثوار العرب؟ والله انا ما عندي معلومات الشباب بكون عم ينسقوا، بس اكيد ان شاء الله الفعاليات مستمره ولن تتوقف حتى التخلص من هذا النظام ان شاء الله. تطلب ايه من السلطات المصريه، المجلس الاعلى والحكومه عصام شرف؟ بطلب من السلطات المصريه وحكومه دكتور عصام شرف انه اقل شيء لازم السفير يطرد، لازم السفير المصري يستدعى لأنه غير مقبول اعتراف بهيك نظام، ولازم قطع أي علاقة اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أي شيء بالنظام السوري، وجامعة الدول العربية لازم تجمد النظام السوري مثل ما جمدت عضوية النظام الليبي. النظام السوري ارتكب جرائم أكثر من النظام الليبي، فلازم يتم يعني الإسراع في إجراء خطوات. أنت راضي عما أخذه القادة العرب بالأمس في جامعة الدول العربية؟ لا طبعا غير كافي، اتخذوه غير كافي. يعني إني قالوا شغل منيحة إنه إلغاء حزب البعث أو حل حزب البعث، بس ممكن ينشأ حزب ثاني وكمان يضل هو الرئيس. انتخابات برلمانية ورئاسية ما في شيء مضمون في سوريا، يعني الناس كلها عم تشاهد إنه الشعب السوري عم يضرب برا وبحرا وجوا، والنظام السوري ارتكب جرائم مو بس ضد الشعب السوري، ضد الشعب الليبي بعد طيارات تخصف، ضد دخل لبنان دمر كل شيء، وهو ارتكب جرائم في معلومه كثير ناس ما بيعرفوها، من جرائم صبرا وشتيلة اللي صارت في التسعينات في لبنان، يظنون ارتكب شارون فقط، هو ارتكبها النظام السوري بالتواطئ مع هذا، واخواتنا الفلسطينيين في لبنان يعرفوا الحقيقه، ويعرفوا ان النظام السوري ضرهم اكثر من اليهود يعني. وغيره كان يعني النظام السوري اللي يجب ان يحاكمه فقط لجرائمه في الشعب السوري، جرائمه في كل في كذا بلد، ليبيا ولبنان وفلسطين وكذا، والاردن حتى عمل كمان، والعراق له كمان مشاركات، ويجب لكل المسلمين، هاي بدي اقول هالرساله تسمحني، يجب لكل المسلمين القران ليس للسوريين فقط، عندما يهان القران في بيوت الله ويداس عليه وينكل به وتطفئ السجائر فيه، بيطفوا السجائر على رأي المصريين، بيطفئ السجائر في القرآن ويدوس عليه والشغلة تكرر، قصف للمآذن، يجب على المسلمين أن يوجه نداء للمسلمين وعلى رأس العلماء والمشايخ والمفكرين والجماعات والحركات وكله، يجب مظاهرات تعم من طنجة إلى جاكرتا، مظاهرات في كل العالم الإسلامي في يوم العيد وفي يوم الجمعة، وهذا تنديدا بما فعله النظام السوري باعتدائه على القرآن ومساجد هاي مقدسات إسلامية. لا ينبغي انه احد يسكت عليها، لا سوري ولا غير سوري، لا ينبغي انه اي حد يفكر يعتدي على مقدس اسلامي يفكر مليون مره قبل ما يعتدي على مقدس اسلامي حتى يتم التضييق على النظام السوري. بس جزاكم الله خير. السيد رئيس المحكمه